احنا بنتكلم زي ما قلت لحضراتكم على مشروعات كاملة وتنموية هدفها في الأساس هو مستوى حياة المواطن المصري البسيط اللي هو كل طموحه أنه كان يحصل على حقوقه اللي كانت مهملة لعشرات السنين واللي استطاعت الدولة المصرية في آخر 8 سنوات أنها تحطه على الطريق الصحيح وتبعث الأمل في نفوس كل المصريين أن هذه الخدمات اللي كانوا فقط بيحلموا أنها تبقى قريبة منهم بقت موجودة قدام بيوتهم. أنا بختتم عرضي يا فخامة الرئيس بأن احنا نؤكد أن صعيد مصر لم يعد مهملاً بل على قمة أولويات الدولة المصرية. أنا بشكر حضرتك. فخامة الرئيس استأذن حضرتك في افتتاح محور طمة على النيل كأحد أهم محاور التنمية واللي نفذته وزارة النقل. تفضلوا يا فندم.